كولوسيا صح 2 عدد 1، فاني اريد ان تعلموا اي جهاد لي لاجلكم ولاجل الذين في لوديكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد، لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الآب والمسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. وإنما أقول هذا لئلا يخدعكم أحد بكلام ملق، فأني وإن كنت غابا في الجسد لكني معكم في الروح، فرحا وناظرا ترتيبكم ومتانة إيمانكم في المسيح. فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه متأصلين ومبنيين فيه وموطدين في الإيمان كما علمتم متفاضلين فيه بالشكر. وهكذا بولس يتكلم في هذا المكان ويقول أن التعزية الحقيقية، أن البركة الحقيقية، أن غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله والآب لا يمكن أن يأتي إلا بالإيمان. هذا السر المكتوم منذ القدم يقول الذي أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. المسيح فيكم رجاء المجد. لماذا المسيح؟ لأن المسيح هو حمل الله الذي رفع خطية العالم. نعم، هو الذي مات من أجل خطايانا. عندما قدم إبراهيم ابنه الوحيد كما أمره الرب أن يقدمه على أحد الجبال هناك، وعندما رفع السكين لكي يقتل ابنه صرخ الرب وقال له لا تفعل به شيئا رديا، ونظر هناك وإذا بالغابة كبشا ممسكا بقرنيه فأخذه وأصعده بدلا عن ابنه. نعم، كان هناك العوض، كان هناك البديل، وهذا البديل ليس عمل، ليس تيس، ليس عجل، لكنه حمل الله ابن الله الوحيد يسوع المسيح الذي مات من أجلنا. وعندما ينبغي أن ندخل في علاقة مع الله، لا يمكن أن ندخل في علاقة مع الله أحبائي إلا عندما نعرفه. كيف نعرف الله؟ مكتوب الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، هو كشف عنه. فلا يمكن أن نعرف الله إلا من خلال شخص الرب يسوع المسيح. وهكذا يكتب يقول بولس في هذا المكان، طلبتي صلاتي أن تعرفوا البركة الحقيقية التي من الله عندما تأتوا لمعرفة المسيح يسوع. لماذا؟ لأن فيه معلن بر الله، لأن فيه جميع بركات الله، لأن فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. ما تخلي حدا يجي ويقول لك التعليم الفلاني، الفلسفة الفلانية، النظرية الفلانية، هناك بالعالم أمور كثيرة، أو الطائفة الفلانية، خليني أقول في الصباح أحبائي، لا لاهوت ولا طائفة ولا كنيسة ولا أسيس ولا شيخ ولا كاهن ولا أي شخص يستطيع أن يقدم لك ما يقدمه لك الله. الخلاص ليس في كنيسة معينة ولا في طائفة معينة ولا في مبدأ أو عقيدة معينة، لكن الخلاص الحقيقي هو بالإيمان بشخص، وهذا الشخص هو من أعطاه الله لنا كفارة من أجل خطايانا وعرفنا بشخصه المبارك من خلاله يسوع المسيح. لذلك عندما نسأل السؤال ماذا ينبغي أن نفعل لكي أخلص، يأتي الجواب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. ولذلك
أسألك في هذا الصباح، إن كنت عرفت الخلاص، بتقول الخلاص من شو؟ الخلاص من الضربة الكبيرة اللي نحن مضروبين فيها. شو هي الضربة الكبيرة اللي أنا مضروب فيها؟ الخطية. الخطية. بتقول بس أنا ما بعمل شيء غلط. معلش اسمح لي أقول لك، كلنا خطاط وليس منا من مستثنى. الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله يقول الكتاب. لا ليس بار، لا ولا واحد، ليس من يعمل صلاحا ولا واحد. بتقول معقول؟ الكتاب المقدس يقول أحبائي بأن كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. يمكن أنت يعني خطيتك غير خطيتي، يمكن أنت شهوتك غير شهوتي، لكن كلنا عنا خطأ، عنا خطايا عديدة وشهوات عديدة ننجذب منها ونخدع لكي لا نؤمن بالرب ولكي نخطئ. أنا مش خاطئ لأني أخطئ، الحقيقة هي أنا أخطئ لأني إنسان خاطئ. شجرة التفاح ليش بتعمل تفاح؟ لأنها شجرة تفاح، ما هيك؟ وأنا كإنسان الكتاب المقدس يسميني خاطئ، مش لأني أخطئ، لا، لأن طبيعتي خاطئ، وبذلك أنا أثمر الخطية أو أعمل الخطية في حياتي. الحقيقة كلياتنا معجونين بالخطية، وإذا فيني أقول لك أي شيء عن خطايانا ما فيني أقول لك إلا أنه أصل كل خطية هي الذات أو الأنا الساكنة فيه التي تطلب أن تربع النفس أو الذات على عرش الحياة لكي تكون إلها أو ملكا فينا. خليني أقول لك يا صباح، كل واحد منا أناني، كل واحد منا بيطلع على نفسه أولا، وهذا أصل الخطية. ليش أصل الخطية؟ لأنه لما أنا بطلب الأمور بطلبها لنفسي. الله يعطينا نعمة أن نتحرر من الذات ومن الخطية الساكنة فينا. كيف؟ أن نفهم البركة العظيمة التي لنا في شخص الرب يسوع المسيح، أن نفهم الخلاص، أن نفهم الفداء الذي أعطانا إياه الله في شخص الرب يسوع المسيح. وعندما نفهم هذه الأمور يقول الكتاب المقدس أن روح الله يعلنها لنا فتتعزى قلوبنا مقترنة في المحبة. يعني الله بيسكب في قلوبنا المحبة الحقيقية. بتقول لي شو هي المحبة الحقيقية؟ الناس كلها اليوم بتحكي عن المحبة، هاري كريشنر بيحكي عن المحبة، الأشخاص اللي هن منسميهم هبيين بيحكي عن المحبة، العالم كله بيحكي عن الحب اللي موجود في العالم، الناس كلها بتكتب أغاني للحب، لكن ما حدا بيعرف يحب مظبوط. ليش؟ لأنه الكل بيحب التاني بمصلحة لنفسه. بحبك لأنك أنت بتحبني. بالعربي بنقول طلع علي بعين بطلع عليك بعينتين، حك اللي بحك لك. والكتاب المقدس بيحكي عن هالنوع من المحبة، باللغة اليونانية بسميها فيلئو، يعني المحبة البشرية، المحبة الأخوية، المحبة التساهمية، يعني مثل ما بقولوا في بدل المحبة لبدلك المحبة. لكن عندما يتكلم الكتاب المقدس عن محبة الله أو المحبة الحقيقية بيحكي عن كلمة اسمها أجابي. هذه المحبة لا يمكن أن نراها في هذا العالم إلا في شخص الله برب يسوع المسيح. والله يريد أن يسكب هذه المحبة في حياتك. كيف؟ عندما تقبل المسيح يسوع ويسكب الروح القدس الله فيك، يقول أن محبة الله تنسكب في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. ساعتها بقدر حب مش لأنه أنا عم أخدم، لا، لكن بقدر حب لأنه الله محبة، والله يعبر عن ذاته بمحبته لكل إنسان. هل بتحب كل البشر؟ إن كنت فعلا تحب الجميع محبة صادقة، محبة طاهرة، محبة نقية، بغض النظر عن كيف أفعالهم اتجاهك، خليني أقول لك إذا كان عندك المحبة هيدي فهي إثبات أول بأنك فعلا أنت اختبرت محبة الله. هل بتسامح الكل حتى اللي بيخطئ ضدك؟
عشان هيك علمنا الرب يسوع المسيح وقال اغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر أيضا لمن أذنب أو أساء إلينا. أمين. وبنهاية الصلاة الرب بيحذر تحذير كبير بيقول وإن كنتم لا تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر أبوكم السماوي أيضا لكم زلاتكم. لأن اللي بده يصلي هذه الصلاة ينبغي أن يعرف محبة الله الحقيقية، ينبغي أن يكون قد اختبر غفران الله لحياته. صلاة قلبي من أجل كل شخص في هذا الصباح موجود في المكان. نعم بنقول أن احنا مؤمنين، لكن معلش سامحوني أحبائي، أوقات نحن كتير بنقول نحن منآمن بشيء لكن حقيقة نحن ما منآمن فيه. واحد بيقول لي أنا آمن بالكرازة، بسألك هل تكرز؟ إذا بتقول لي لا معناته أنت مش آمن فيه، مزبوط ولا لا؟ واحد بيقول لي أنا مآمن بالعشور، عم تعطي عشورك؟ إذا لا معناته أنت مش مآمن بالموضوع. واحد بيقول لي أنا مآمن بالصلاة، خليني أسألك قديش بتصلي؟ إذا ما بتصلي معناته مش مآمن بالصلاة، مزبوط ولا لا؟ خلينا نكون صريحين مع أنفسنا. إن كنت أنا أؤمن بشخص الرب يسوع المسيح واختبرت محبة الله لنفسي واختبرت غفران الله لحياتي، ينبغي أن يكون في حياتي نفس المغفرة ونفس المحبة التي سكبها الله في قلبي بالروح القدس المعطى لي. هيك تثبت هذه المحبة، يثبت هذا الإيمان. وهكذا يصلي بولس الرسول يقول لكي تعرف هذه الأشياء يقينا لكل غنى يقين الفهم. تعرف شو يعني يقين؟ يعني المعرفة الأكيدة ما فيها أي شك. الله يقول أنت يمكن أن تعرف أنك أنت ذاهب إلى السماء. بتقول معقول ما فيني أني هيك شك شوي؟ كتبت إليكم هذا أنتم المؤمنين باسم الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، مش لحتى تظنوا ولا حتى تفتكروا، لكي تعلموا. بتقول هل قد أنت متأكد من حالك؟ لا أحبائي أنا مش متأكد من حالي، لكن أنا متأكد من اللي فداني، أنا متأكد من قدرته، أنا متأكد من وعوده، أنا متأكد من أنه كل ما وعد به يفي لأنه الأمين والصادق وفيه كل النعم والأمين. هذا اللي متأكد منه، مش متأكد بيه أبدا، لكن اتكالي عليه إيماني فيه. مشان هيك عندي هاليقين هيدا، وبترجى أنه أنت عندك اليقين هيدا أيضا. أحبائي حتى كمؤمنين عندما يكون ضيق في حياتنا ما في إلنا تعزي غير في شخص الرب. تذكر داود يوم من الأيام لما رجع على المدينة اللي كان فيها وشاف بأنه الأعداء يعني إجوا وحرقوا المدينة، سبوا النساء سبوا الأطفال، ما قتلوا حدا سبوهم كلهم. حتى رجال داود في ذاك الوقت يعني طلعوا فيه كان يمكن بدهم يقتلوه. وبيقول كتاب تضايق داود جدا. في ضيق بحياتك؟ في تجربة كبيرة بحياتك؟ خليني أقول لك، داود يقول عنه بهذاك الوقت وأما داود فتشدد بالرب إلهه. وهون بولس عم بيطلب من أجل أهل كولوسي أن يتشددوا، أن يتعزوا في قلوبهم. كيف؟ في معرفة سر الله الآب والمسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. معاشي خليني أقول الله عنده الحل لكل مشكلة، عنده الجواب لكل سؤال في شخص الرب يسوع المسيح. المسيح شبعنا، المسيح كنز العظيم. صاحب الترنيمة بيقول هالكلمات هيدا، بيقول من أجله ألقي تبري على تراب الأودية فيصير هو تبرا لي قسمتي الغالية. نعم هو كنزي العظيم، الكنز الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات من أجلنا بقوة الله نحن محرسون بشخص الرب يسوع المسيح.
عندما تقبل الرب يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياتك وتعيش على الأساس هيدا، فخليني أقول لك رح تفهم بركات كتير لإلك من الرب، ورح تفهم شيء تاني بأنه هو كفاية الحياة. هو كفاية الحياة. بكل أسف بقول أحبائي، الناس اليوم عم تدور على شيء يملأ قلوبها. بتركض ورا المصاري ما بتملأ قلوبها، بتركض ورا الشهرة ما بتملأ قلوبها، بتركض ورا الملذات اللي موجودة في العالم ما بتملأ قلوبها، بتركض ورا أشياء كثيرة. حتى اليوم يعني مشكلة كبيرة في مجتمعاتنا، المخدرات صايرة عم تقتل أشخاص من أكبر يعني مثل ما بقولوا أكبر الشخصيات الموجودة في العالم. ليه؟ لأنه في ألم، في اختبار عميق في داخل الإنسان، يعني بؤس ويأس من هذه الحياة، وعم تحاول أن تشبع قلبه مش عم تلاقي. لكن للأسف الأكبر عندما نقول أن عرفنا الرب يسوع المسيح، أن اختبرنا شخص الرب يسوع المسيح، لكن بعدنا عم ندور على شيء بالعالم حتى يشبعنا. هل المسيح كفايتك؟ أحبائي، أن نفهم بأنه هو كفايتنا. صاحب الترنيمي بيقول لقد صار حكمة برا وقداسة فدية وقوة هو يكفيني. يسوع رب المجيد إنه يكفيني. هل هو فعلا يكفيك؟ هل هو فعلا كفايتك؟ كفايتي هي الرب نفسي، كفايتي هي الرب هكذا قالت نفسي. هل ترنم هذه الترنيمة من كل قلبك؟ هل هو كفايتك؟ هل تستطيع أن تقول مع داود حقا الرب راعي فلا يعوزني شيء؟ بتقول أسيس على مالك، بس نحن بتعوزنا أشياء كثيرة بالعالم. نعم، مش عم بقول إنه مش عم بتعوزنا أشياء، بتعوزنا أشياء، وكلياتنا بحاجة لأشياء أساسية بالعالم. لكن خليني أقول الرب يسوع المسيح حذرنا من إنه نهتم بالأشياء أكثر من الأشياء الغير مرئية. بقول انظروا إلى طيور السماء كيف أنها لا تتعب ولا تزرع ولا تحصد، ولكن أبوكم السماوي وهو يقودها. انظروا إلى زنابل الحقل، الحق أقول لكم ألا حتى سليمان في مجده لم يكن يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفلا يلبسكم أنتم أيضا يا قليلي الإيمان؟ يا رب سمحنا على عدم إيماننا، سمحنا على قلة إيماننا. يا رب اصرخ إليك كما صرخ الأعمى وقال أؤمن يا سيد فاعن عدم إيماني. خلي اهتماماتي هي تكون الاهتمامات الحقيقية، الاهتمامات التي هي للأمور الحقيقية. تعرف نحن شو نفكر اليوم؟ كل شيء بنشوفه هو الحقيقة، لكن أحبائي مش كل شيء بتشوفه هو حقيقة. في شيء اليوم بحياتنا هو عبارة عن سراب. تعرف شو سراب؟ إذا كنت مرة ماشي بالصحراء بتطلع من بعيد هيك بتلاقي ماي على وجه الشفق، يعني أنت ماشي هيك بتلاقي بتقول في هناك ماي، بتوصل هناك ما في ماي، سراب. صاحب الترنيمة بيقول يا مسيحي بهجة الأرض سراب سراب، دونها العمر شقاء وصعاب. دونك يا رب العمر شقاء وصعاب. أحبائي ليس لنا في هذه الحياة أي شيء ما يشبعنا إلا شخص الرب يسوع المسيح. هل كفايتك هو شخص الرب المذكر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم؟ تعال شو بقول بولس الرسول، بقول كلمات حلوة كتير، بقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء. فالمسيح لك كل بركات الحياة، فالمسيح لك كل الأشياء التي يمكن أن تحتاجها. لكن خليني أقول الحقيقة هي بأن مش الأشياء اللي منشوفها، لكن الأشياء اللي منشوفها، والناظرين إلى الأمور التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. مشان هيك بولس الرسول بيقول لأهل كولوسي اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. إن كنتم قد قمتم مع المسيح
فحياتكم مستترة مع الله فيه. لا تطلبوا الأشياء التي هي في الأرض، لكن اطلبوا ما هو فوق، لأن الأمور التي لا ترى هي الأبدية، أما التي ترى فهي وقتية. عندما يكون لي إيمان ثابت في المسيح، لاحظ الأشياء اللي بيختبرها الإنسان. لا يمكن أن نخدع بكلام ملك، لا يمكن إلا أن يكون لي إيمان ناضج، إيمان متين، إيمان ينمو. لاحظ ما يقول: إن كنت غائبا في الجسد لكني معكم في الروح فرحا وناظرا ترتيبكم ومتانة إيمانكم في المسيح. مش هناك بقول فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. كيف قبلناه بالإيمان؟ وبدنا نكمل معه بالإيمان، متأصلين ومبنيين فيه وموطدين في الإيمان كما علمتم فيه متفاضلين بالشكر. لما بيكون في حياتك روح الشكر الدائم، لما بيكون في حياتك نمو في الإيمان، لما بيكون ضار بجذور إيمانك في شخص الرب يسوع المسيح، في كلمة الله الحية الباقية للأبد التي منها ولدت ثانية، دعني أقول لك عندها تفهم هذا السر الذي في الأمم، الذي فيه ينال الإنسان كل بركات الحياة، كفاية الحياة. نعم أحبائي، إنه شخص المسيح وليس سواه. في المسيح يسوع لنا الشبع الحقيقي. يا مؤمن، يا أخي، يا أختي، بترجاك ما تعطي الفكرة الغلط للعالم. شو هي الفكرة الغلط اللي نعطيها؟ منقول عن حالنا مؤمنين لكن نركض وراء الأشياء الموجودة في العالم، ومش شبعانين في شخص الرب. لنكن إنجيلا خامسا مقروءا من جميع الناس، لتكن حياتنا متفاضلة بالشكر فيه في كل حين، لتكن حياتنا فعلا مختبرة بأنه هو كفايتنا، لأن فيه مدخر جميع كنوز الحكمة والمعرفة والعلم. في شخص المسيح يسوع كل شيء، كل شيء. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ نعم، كل شيء في المسيح له كل المجد. نصلي. أشواق بولس الرسول هي أن تعرف المسيح يسوع معرفة للخلاص، معرفة للتقديس، معرفة لكفاية الحياة. هل عرفته؟ يقول الكتاب: تعرف به واسلم بذاك يأتيك خير. إن كنت لم تعرف شخص الرب يسوع المسيح بعد، صلاة قلبي من أجلك في هذا الصباح أن تعرف بأن ليس هناك خلاص من عقاب الخطية ومن سلطان وقوة الخطية في الحياة إلا بالإيمان بالرب يسوع المسيح. إنه نعمة الله المعطاة لنا. ها صوت الملائكة يعلو في محضرك، يهتفون كلهم قدوس، ساجدين أمامك، رافعين السبح لك، معلنين أنك قدوس. هيا نقوم كلنا نرفع أصواتنا، نهتف لمليكنا القدوس، ونفرح تيجاننا عند قدميك يا قدوس. هيا نقوم كلنا نرفع أصواتنا، نهتف لمليكنا القدوس، نسجد نحن رؤوسنا ونطرح عند قدميك يا قدوس، قدوس.
يسوع قدوس، يسوع لك المجد يا رب قدوس. سيدي أعبدك من كل وأحيا لي مجدك يا قدوس. أنت من أحييتني بالروح وطهرتني، قدستني لي شخصك يا قدوس. أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان، أنك حي فيا يا قدوس. علمني أسمع صوتك، قدني أنت بروحك فيراك الناس فيا يا قدوس. أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان، أنك حي فيا يا قدوس. علمني أسمع صوتك، قدني أنت بروحك فيراك الناس فيا يا قدوس. قدوس 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 قدوس، يسوع قدوس، يسوع قدوس. خذني ربي في حماك، أجد ستري في دماك، راحتي عند صليبك يا قدوس. أنت هو الراعي الأمين، من قادني عبر السنين، على كفيك نقشتني يا قدوس. منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي، لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. اختل لي قلبي العنيد، فهو العائق الوحيد بيني وبين كمالك يا قدوس. منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي، لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. اختل لي قلبي العنيد، فهو العائق الوحيد بيني وبين كمالك يا قدوس. قدوس 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 قدوس، يسوع قدوس، يسوع قدوس.